فوزية لو هتكلميني عن محروس مش عايز اسمع ولا كلمه. ها محروس مش هيرجع البيت تاني. لا قولي يا عبد الحكيم، هو انت لو عندك بنت كنت اتجوزتها لواحد زي محروس؟ الكلام الفارغ اللي بتقوليه ده. كلام فارغ؟ ايوه صح كلام فارغ. طيب محروس جوزي وانا مش عايزه اسيبه، ايه قولك عاد؟ فوزية ايه يا عبد الحكيم؟ زعلان ان اختك بتقصول وبتحب جوزها وهتقف جاره حتى لو فيه بلاوي زرقاء؟ عايز اقول ايه؟ عايز اقولك ان محروس جوزي وانا ما قدرش اعيش بعيد عنه وعايزاه يرجع البيت تاني، واذا كنت انت مش عايزه يرجع البيت خلاص اشتري لي بيت تاني وعيش فيها انا وياه. غلطان انا؟ ايه غلطانه، عشان الراجل هو اللي يجيب البيت والعفش والشبكه، مش الست هي اللي تجيب البيت. ولما البيت ده اهله يعتبروني ان انا مش بني ادمه، مش عايشه، ميته. ميته ايه وزفت ايه؟ بلاش دي. ما تقول لي يا عبد الحكيم، ليه لما رحت تعمل اعلام الوراثه بتاع ابويا الله يرحمه ما حطيتش اسمي؟ ها؟ ايه؟ محيتني من على وش الوجود؟ موتني وانا لسه عايشه؟ عبد الحكيم صح ما كانش حد بيخبط على الباب عايزني؟ ولا انتوا اللي عملتوا كده عشان ما اتجوزتي والارض والفلوس تروح لحد غريب؟ ما تقولي فهمني. عايزه تعرفي؟ ايوه عايزه اعرف. ايوه فوزيه، محدش كان بيخبط بابك. انت احلى بنت واي حد كان يتمناها، بس الكل كان بيدف ويدور ويجي لحد بابك ويرجع، عشان الكل كان عارف انك بتحب عبد السلام. اوعي تقولي لا، ها؟ عينيك كانت فضحاكي. بالنسبة لإعلام الوراثة، مش أنا اللي عملته، عبد الله هو اللي عمله. لا، أنت بتكذب. أنا ما بكذبش. عبد الله هو اللي راح عمل إعلام الوراثة وخاف. خاف يحط اسمك تضيع الفلوس والأرض. عارفة ليه؟ ليه؟ كان خايف تتجوزي وجوزك يطالب بحقك ويقول فين مرتي، ولا انت تتجوزي وتقولي عايزة فلوس عيالي. فوزية لو عايزة ترجعي محروس البيت رجعي رجعي، بس لازم تعرفي ان محروس ده ملعون، لو شم ريحة الفلوس هيغدر بيكي وهيرميكي. يرميني؟ عنده حق، ما هو غريب مش هيعمل اكتر من اللي عملوه اخواتي. اخواتي والد ابوي وامي اللي دفنوني بالحياة في البيت ده، اللي قتلوني وانا لسه فيا الروح. فوزية ابعد عني. فوزية ابعد، بقول لك هتحضن ميتين يا عبد الحكيم، هتحضن ميتين. Thank you.
كاتب جعان ما تقلقش. روح انت ارتاح وانا هقعد هنا معاه. ارتاح ايه بس يا ابني؟ ارتاح كيف؟ ده الدكتور هشام المليجي. ده استشاري كبير يا ابوي. يا دكتور. طمنا. خير يا دكتور. الحالة صعبة شوية بس احنا الحرق عندنا من الدرجة الأولى والثانية. احنا عندنا المرحلة الأولانية والمرحلة الثانية إن شاء الله بالبرنامج العلاجي المناسب إن شاء الله هنوصل للشفاء أكثر من 90%. أنا أستأذنكم إن أنا أعمل الصلاة. اتفضل يا ابني. نفسك جنيه ليه؟ همني يا عبد الحكيم. همني كيف؟ زي ما هملت من السنين اللي فاتت دي كلها. زي ما العمر عدى بيا. وانا بتفرج على الدنيا من بعيد. لا انا عارفه الحاجه. ولا دوق طعمها. ولما دوقته دكتور المر اللي فيها. هاني حامل اللي انت عايزاه. بعد ايه؟ هسافرك برا. هجيب لك احسن دكاتره وهتتعالجي. هتبقى احسن من الاول. خلاص يا عبد الحكيم. ما عادش ينفع. اللي تشوه مش وشي ولا جسمي. اللي تشوه جواي قلبي اللي انكسر وروحي وسنين عمري اللي راحت فما جيتش اقدر ارجعها تاني. Ha ha ha.